نعم بعد كل ده بطل؟ بعد تعب وسهر ليل حلم اطلب بيطري، طب وحلمي مين أخده؟ ناس عمرها ما حلمت بيه اصلا. طبعا كلنا عارفين السيناريو ده، بل وممكن نمثله مشاهد كامله قدامكم. فاكرين وجع اليوم ده بتفاصيله، تفاصيل عياطنا واحنا رايحين كليه عمرنا ما حلمنا بيها ولا تمنيناها. حتى لما سمعنا عنها، سمعنا تنمر ناس كتير قوي، دكتور حمير او دكتور بهايم. حتى المذاكره تقيله على قلوبنا، ما هو شغفنا راح مع الكليه اللي كنا بنحلم بيه. ما هنذاكر ليه؟ ذاكرنا قبل كده وما وصلناش للي كنا بنتمناه، يبقى هنتعب ليه تاني؟ بندخل الكليه وبنلاقي كم كبير جدا من المذاكره، طول الوقت اسايمنتات وكويزات، احنا اصلا داخلينها بالعافيه. كمان كليه وعايزه مجهود جبار، وبتيجي عند لحظه بتقول فيها لا لا انا لازم احول واوقف كل ده. انا بس اتحول فين؟ كلنا ضار جوانا الكلام ده، كل يوم بيجي على بالنا كلام سلبي. سألنا نفسنا احنا مكملين ليه؟ النهارده نعرف لكم اجابه السؤال ده. مكملين لاننا في قسم كليه طبيه على الاطلاق، بنعالج الكائنات ما بتقدرش تتكلم ولا تقدر تعبر عن وجعها. تفتكروا ربنا بيختار الناس اللي تدخل الكليه دي عشوائي، ولا ليه حكمه معينه في كده؟ بيختار اطيب القلوب وحنها عشان تقدر تتعامل مع الكائنات دي. انتم دكاتره، وافتكروا دايما الجمله دي، دكاتره مفيش حد يقدر ينكر حقيقة إنك طبيعي. فكرة التنمر موجودة في كل المجالات، إحنا بنبقى متخيلين لو دخلنا كلية معينة مش هيبقى فيها تنمر ولا توتر، حتى لو حصل على الأقل إحنا دخلنا كلية بنحبها. تبع الأحلام الوسطاء، أنت ما سمعتوش عن كمية الناس اللي انتحرت وحولت من الكلية اللي كانوا حابينها وداخلينها بكامل إرادتهم لما اتصدموا بالواقع؟ السر هنا في الرضا. والله أنت لو معاك كلمة من السماء ومش راضي، أو ما عندكش الأوبشن ده، عمرك ما هتكون مبسوط ولا مرتاح. طب دلوقتي تعالوا نتكلم شوية عن الكلية، وليها كلية ليها قيمة عالية كمان. يلا يا طبيب المستشفى. انت من خلال بيطري ممكن تكون في مجال واحد من الاتي: دكتور بيطري في عياده لارج انيمال، دكتور بيطري في عياده بيتس، دكتور في مصانع وشركات الادويه، ممكن تفتح صيدليه بيطريه، وغيره من المجالات دي كتير. واللي بيميزها عن غيرها انك ليك الاحقيه انك تشتغل في كل المجالات اللي فوق دي من غير ما تكون متقيد بحاجه معينه. اما بالنسبه للدراسه فهي بتستمر ل6 سنين، اول 3 سنين بيكون تاسيسيه، اساسيات يعني، بتكون دراسه كل المواد المشتركه بين جميع الكليات الطبيه. اما سنة 4 و5 بتكون دراستها اكلينيكيه. اما سنة 6 بتكون هي سنه الامتياز، وهي لسه مستحدثه، هتكون فيها دراسه عمليه بحته، تدريبات في مستشفيات وهكذا. واخيرا انا دكاتره برنامجنا الفتره الجايه اتكلم عن المجالات اللي اتذكرت فوق، كل حلقه تعرفوا بالتفصيل عن اي مجال وزياده. وصدقوني فكركم هتتغير تماما عن الكليه بعد كل فيديو، وكمان هتشكروا ربنا على اختياره ليكم.